مساء الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم نوعات. نورني دايما، نورين قناه عالم نوعات. يا ريت ما تنسوناش في اللايك فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان نكون دايما على تواصل. طبعا هنشوف بقى برنامج المقالب كريزي تاكسي الحلقه العشرة. طبعا النهارده كانت الحلقه العشرة، كانت حلقه مشوقه جدا وجميله جدا جدا، حصل فيها طبعا احداث كتيره جدا مشوقه. هقولكوا طبعا ايه اللي حصل في الحلقه العشرة. طبعا في بنت هي اللي اصلا اللي بتعمل المقلب دوت، يعني بتصطاد ضحيه وتركبها معاها في التاكسي على اساس طبعا ان هي تبع اوبر وكريم وكده، وبعد كده الضحيه فعلا بيركب معاها. ومقلب النهارده الحلقه العشرة كان عباره عن مقلب العيد ميلاد، واسمه كده يعني مقلب العيد ميلاد. هتعمل طبعا بقى مقلب في الضحيه اللي هيركب معاها. لا اعظم الله اكبر. هتعمل طبعا بقى حبيبي مقلب في الضحيه اللي هيركب معاها، وهتقول له اول ما يركب معاها هتقول له ازيك عامل ايه، هو انت عيد ميلادك النهارده. وهطبعا بقى هتقعد تستفزه، وطبعا الضحيه هيتعصب جدا جدا، وكمان هيقعد يقول لها ستي انت تعرفيني منين، انا ما اعرفكيش، انا ما اعرفكوش اصلا، تعرفوني منين. هتركب معاهم برده، ومعاها برده بنتين كده، هتقف برده بالعربيه بتاعتها وهي تركبهم. هيقعدوا بقى يكون معاهم جاتو وتورت وحاجات من ديت وحلويات كتير، والبتاع اللي هو الزينة اللي بتطلع دي بتفرقع كده في عيد الميلاد يعني وكده. طبعا هيقعدوا يعملوها في وشه كده ويضايقوه ويعصبوه وينرفزوه اكتر. هيقعد يقول لهم ايه ده، انتوا هبل، ايه اللي انا فيه ده، انتوا في ايه بالظبط. هتقوم طبعا بقى هي قايله له وانت مش اكمل، هيقولها اكمل مين، انا ما اسميش اكمل، انتوا ايه، انتوا في حاجه في دماغكم ولا ايه. وطبعا هيعصبوا الضحيه جدا جدا، والضحيه بالفعل هيتنرفز جدا. وفي الاخر بقى هيجي واحد برده تبع البرنامج، برنامج المقالب الكريزي وومن، وهيجي يقول له انا اكمل، انت خدت التورته بتاعتي، طلع بقى 1000 جنيه تمن الحاجه اللي انت استخدمتها. هيقول له يا عم 1000 جنيه ايه، انتوا هبل، انتوا عبط. في الاخر بقى هيكتشف ان ده مقلب.